أؤكد لك أن قوات التحالف تعمل جميع ما في وسعها لتفادي أي أخطاء ولتفادي أن يسقط أي ضحايا أبرياء. هذا أريد أن أؤكد لك. كما أؤكد أن الحوثي وأعوانه هم من يقوم بذلك، وهم من يحور الأمور، وهم من يحاول خداع الشعب اليمني قبل أي أحد آخر، ولكن الشعب اليمني أذكى وأعلم وأعرف. استهداف أسلحتهم ومخابئ، هل في أماكن معينة كالمستشفيات المدارس البيوت إلى آخره؟ نحن لا نستهدف أي أهداف. هم لا يوفرون شيء، هم لا يوفرون شيء، وليس لهم مبدأ يعني في أخلاق الحرب صراحة. سمو الأمير، هل فعلا ما يعيق أحيانا التقدم لقوات التحالف هو عمليات التطهير اللي تكون أصعب من عمليات؟ الحقيقة لا أستطيع أن أقول هناك في إعاقة لعمليات التحالف. التحالف يتقدم بخطوات مدروسة وموزونة، والتقدم مستمر يوميا. الأمور إن شاء الله سائرة للأمام، وكل يوم هناك تقدم، ونتوقع إن شاء الله بإذن الله أن تحسم الأمور قريبا وسريعا إن شاء الله.